أهلا بكم متابعين موقع صدى البلد. هنا عاش الزعيم الراحل سعد زغلول. احنا دلوقتي قدام منزل الزعيم الراحل سعد زغلول في ذكرى وفاته يوم 23 أغسطس. الزعيم الراحل سعد زغلول بمناسبة ذكرى وفاته يوم 23 أغسطس. احنا طبعا معانا باشمهندس محسن عبد الله المسؤول عن ضريح الزعيم الراحل سعد زغلول، هيكلمنا ونسأله عن يعني ازاي بيتم يعني بيبقى في توافد للشخصيات السياسية والأحزاب في ذكرى وفاة الزعيم الراحل سعد زغلول. هل بيبقى في توافد طوال العام ولا بيبقى بيقتصر التوافد على ذكرى وفاته فقط؟ عايزين نعرف منك ازاي بيتم يعني إحياء هذه الذكرى وفاة الزعيم الراحل سعد زغلول. حزب الوفد طبعا بيجي بكياناته الشخصية المهمة دي يوم الزيارة، وفي طول العام بيبقى بعض مفتوح لبعض الناس الجمهور، يعني اللي عايز يخش بيتفرج ويقرا الفاتحه بيخش، وفي تفاوت كتير يعني طول العام. اما الشخصيات والاحزاب ما بيجيش الا يوم ذكرى وفاته. تمام. هل مثلا في سياحه او سياح مثلا اجانب عارفين الزعيم الراحل سعد زغلول تاريخه؟ طبعا فيه. هل في سياح اجانب بيترددوا على الطريق؟ في سياح اجانب كتير بييجوا يبصوا ويترددوا وياخدوا ضغطات تذكاريه، وعلى طول طول العام يعني ما بين مصريين وسياح وكله الباب مفتوحين على طول من الساعه 8 لحد الساعه 2:30 كده لاي حد يخش يعني، وكله بيجي ويشارك الذكرى معاه يوم الذكرى كل سنه من 23 اغسطس. تمام. في شخصيات كبيره طيب موجوده غير الاحزاب الموجوده طبعا رؤساء الاحزاب، شخصيات سياسيه كبيره ترددت في ظل طبعا في شخصيات سياسيه كبيره، بس طبعا بتيجي يوم الذكرى مع الوفد اللي جاي بيبقى كلهم مع بعضهم يعني، بس ما نقدرش نحدد من الشخصيات، بس بيبقى في يعني بتبقى حزبيه فقط، ما فيش شخصيات من مثلا من دولة مسؤولين سابقين او كده؟ لا ما فيش، هم الشخصيات اللي هو الاحزاب.